ثورة عام 1936 في فلسطين. اكتشف العرب في فلسطين أسلحة مهربة لليهود من أوروبا ضمن شحنات مواد البناء، فبدأت حوادث الثورة عام 1935 على يد الشيخ عز الدين القسام ابن مدينة جبل السورية، فألهب حماسة الناس، وكان القسام من أوائل شهداء الثورة، وذلك أواخر عام 1935. ثم اتسع نطاق الثورة عام 1936، وشارك فيها متطوعون من سوريا، وأخيرا توقفت الثورة على إثر نداء ملوك العرب، ويقترحون فيه إجراء مفاوضات، وأرسلت إنجلترا لجنة تحقيق.